أعرب المصريون في مختلف المحافظات عن تضامن شعبي واسع مع القضية الفلسطينية، مؤكدين إشادتهم بالموقف القيادي الذي تتخذه القيادة السياسية تجاه الأحداث الحالية في فلسطين. يعكس هذا الموقف التزاما شعبيا قويا بوقوف المصريين خلف قيادتهم ودعمهم للحقوق الفلسطينية. مصر أكتر دولة داعمة للقضية الفلسطينية، بس الحرب دي يعني الأخيرة دي اللي هي طولت دي عليهم، الله ربنا يفرجها عليهم. يعني إحنا ما شفناش دور لأي دولة قد دور مصر، وإحنا بعينينا حصل. إحنا هنا جنب المعبر، يعني كل حاجة إحنا بنشوفها، مساعدات بنشوفها، عربيات بنشوفها. دور مصر فعال جدا، دور مهم جدا، حتى العريش برضو، وأهالي سيناء كانوا بيستقبلوا الناس بمنتهى الحب وبمنتهى إن إحنا يعني كلنا إيد واحدة، كلنا ساعدنا بعض. طبعا ربنا يا رب يفك الأزمة عليهم إن شاء الله. نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للقضية الفلسطينية بالذات، ما سيبهمش في دعم وفتح معابر ومستشفيات، وهو الوحيد الرئيس اللي واقف بكل الطرق مع القضية الفلسطينية. يعني مساعدات، مستشفيات، معابر مفتوحة، وما شفناش كد جهود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في القضية الفلسطينية. مصر وقفت وما زالت واقفة مع القضية الفلسطينية منذ ظهورها، وضحت بالغالي والنفيس من أجل حق الشعب الفلسطيني، وضحت بأبنائها وتحملت خسائر مادية وبشرية، وتحملت ضغوط كبيرة من أجل فلسطين ومن أجل عودة الأرض وعودة حق الشعب المغلوب على أمره. في دور إيجابي كبير بالنسبة للي بتعمله مصر من ناحية فتح المعبر بتاع رفح، استقبال حالات إنسانية، في حالة فكرة في مستشفى الجامعة، في حالات وصلت هنا من قطاع غزة مصابين بيتعالجوا، يعني وصلت لأسيوط. يعني احنا عارفين نشوف عدد بقى من الإسماعيلية والعريش والقاهرة، وكمان وصلت لغاية أسيوط. يعني ده بيديك عدد كبير دخل لجمهورية مصر العربية في إطار العلاج، غير طبعا فتح المساعدات وإن احنا نبقى منفذ لإغاثة ومساعدات بنقدمها للشعب الفلسطيني. مصر من قديم الأزل وهي بتساند القضية الفلسطينية وبتساند بالعموم العرب كله، وطبعا الفترة اللي عدت طبعا شيء محسوب لمصر، ومشكور طبعا السيد الرئيس على كل الدعم وكل المساعدات اللي هو بيقدمها، واقف طبعا مع القضية الفلسطينية، لأن حس إن ده واجب علينا، لأن احنا نعتبر ربط واحد ووطن واحد. التاريخ يشهد منذ سنة 1948 وما تقوم به الدولة المصرية، وما قامت بالعديد من التضحيات والدماء التي سالت في حرب 48 وفي حرب 67 وفي حرب 73، وما زالت يعني الدولة المصرية داعمة للقضية الفلسطينية. وفي الفترة الأخيرة وما يصار في المجتمع الدولي والمنطقة الإقليمية الخاصة بالحرب في غزة في هذه الفترة تحديدا. مصر من زمان وهي أول دولة، أول ما فلسطين بيحصل فيها حاجة، مصر أول دولة هي اللي بتتحرك وهي اللي بتقف مع الشعب الفلسطيني قلبا وقالبا. على مر السنين ومصر لن تدخر جهدا في السعي للحل القضية الفلسطينية وتوصيلها لجميع المحافل الدولية، وإلى جانب طبعا في الفترة الأخيرة المساعدات، إن مصر بتقدم كافة المساعدات الإنسانية للشعب وإخواتنا الفلسطينيين. على مدار التاريخ مصر تدعم القضية الفلسطينية، مصر ترفض التهجير القسري للفلسطينيين، مصر ترفض العدوان الغاشم الإسرائيلي على أرض فلسطين، مصر تدعو لإقامة الدولة الفلسطينية وترسيم الحدود الفلسطينية وإقامة دولة عادلة لا للعدوان الغاشم لا للتهجير القسري. مصر طول عمرها طبعا بتدعم القضية الفلسطينية طبعا، وطبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا بيبعت مساعدات لفلسطين من زمان مش من دلوقتي، بدعم القضية الفلسطينية طبعا. دور مصر دور محوري ومعروف على مستوى العالم وعلى مستوى العرب جميعا، وان مصر هي المتحملة القضية الفلسطينية منذ قديم الزمن، ودور مصر معروف ان هي اللي تحملت العبء كله على مستوى العالم كله في المفاوضات، في الحروب، في كل شيء.